بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل ريندر في برنامج الانفرا ووركس. كلمة ريندر في ناس بترجمها للإظهار او ناس بترجمها للتصوير، او يعني مش مشكلة، المهم يعني احنا فاهمين عايزين نعمل ايه. هقول له كرييت، هنا دي حاجة خاصة بالبرزنتيشن، فأي حاجة خاصة بالبرزنتيشن سواء صورة أو فيديو أو فيجوال إفكت هتلاقيه هنا. تمام، هتيجي هنا تقول له أنا عايز أعمل الريندر. بس قبل ما تيجي نعمل ريندر، ما تيجي نظبط شوية حاجات. تعالى ندخل هنا في الإعدادات سيتنج، هنلاقي شوية حاجات كويسة جدا زي فيجوال إفكت، ودي برضو موجودة هنا في البرزنتيشن. ممكن إن أنا أصدر الحاجات اللي هي 3D موديل، أصدر IMX. خلينا نيجي هنا في الابليكيشن اوبشن، هلاقي عندي هنا 3D جرافيك. ده بيقول لي انت عايز اهم حاجة عندك السرعة ولا الكواليتي. لو انا شغال طبعا السرعة بالنسبة لي هي الاولى، بس خلاص بقى هعمل ريندر، هبعت الموديل، خلاص خلاص شغل. اروح مختار ان انا عايز الكواليتي، درجة الديتيل قد ايه. تمام، تقدر تعدل على الاخر زي ما انت عايز. تمام، الحاجات دي برضو الريفليكشن، الحاجات دي ما كانتش ليها تأثير، ما كانتش بتظهر في الأول. تمام، لما كانت في السبيد، بص ما فيش ريفليكشن، المايه هادية، الحاجات دي كلها. تمام، الشادو ما بقاش واضح، انما لما بتفعل الكواليتي، تمام، وده بقى اللي انت هتبعته للعميل، هيبدأ بقى الشغل يظهر وينعنش كده ويبقى زي الفل. تمام، اقول له ايه، اوكي. في برضو النافيجيشن ممكن تقفل دي اساس ان هي ما تنزلش تحت الشكل الرئيسي بتاعي. تمام، طيب هقول له اوكي، هرجع تاني للبرزنتيشن بتاعي واقول له انا عايز اعمل الريندر. اول ما بتضغط بيفتح الشاشة. تمام، هو بيبدأ يعمل الريندر، لودنج موديل، بيبدأ يحمل الموديل. تمام، حسب الحجم بتاعه، حسب الطول بتاعه. هنا بتلاقي معدل الجامد، شوف انت عايز تخليها قد ايه. البريتنس ممكن تقول له اوتو، هو بيظبط البريتنس بتاعته. انت عايز الكلام ده امتى، يوم ايه، ممكن نخليها 1 مايو، 2 مايو، وتايم تو اوف ديت الساعة كام، تبدأ تظبط الوقت بتاعك. التايم زون افكت، السكاي، اوفركاست. تمام، هو بيبدأ يعمل الريندر، وتقدر تقول له ستوب، توقف الريندر، او تقول له ستارت الريندر بعد ما تكون عدلت شوية في الاعداد بتاعتك. ولما تخلص خالص تقول له سيف ايمج. ادينا مستنيين ان هو يتحمل. تمام، هو كده بدأ الريندر يظهر معايا. تمام، ممكن تسيبه لحد ما يجيب لك صورة عالية الجودة. تمام، يعني لو فعلا هتطبع الصورة ديت أو هتبعتها للعميل أو كده، تفضل لحد ما تعمل رندر، سواء بقى نص ساعة، 10 دقايق، زي ما تاخد. تمام، أو تقول له ستوب رندر وتصدر الصورة اللي أنت شايف إنها الجودة بتاعتها كويسة. تمام، عندي حاجة اسمها ووتر ماركس، اللي هي ايه، عايز احط علامة مائية. خلينا اعمل علامة زائد، وادور على اي صورة احطها. تمام، ولكن الصورة ديت، تمام، دي هتبقى الصورة يعني علامة مائية ان ده مثلا شعار الشركة بتاعتي، واقدر اتحكم في الحجم بتاعه، اصغره مثلا كده، او خلينا نحط علامة مائية تانية. مثلا على أساس الناس تتخيل فكرة شعار الشركة، وتقدر تتحكم في الحجم بتاعه من هنا، تقول له مثلا أنا عايز أخليها في توب ليفت، في توب سنتر، في توب رايت، زي ما أنت عايز. السكيل تتحكم فيه، الأوفست إكس والواي. تمام، دي فكرة العلامة المائية، بحيث إن أنت مثلا تضمن حقك في أي صورة هتطلع في الشغل بتاعك، في أي حاجة
انت محتاجها.